أنهت البورصة المصرية التعاملات على صعود جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي نحو 25 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 680 مليار و500 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، صعد مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 18% ليغلق عند مستوى 10415 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 63% ليغلق عند مستوى 1872 نقطة، وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 48% ليغلق عند مستوى 2817 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيها و65 قرشا للشراء و15 جنيها و78 قرشا للبيع، وسجل اليورو 17 جنيها و18 قرشا للشراء و17 جنيها و31 قرشا للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 20 جنيها و58 قرشا للشراء و20 جنيها و75 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و26 قرشا للشراء و4 جنيهات و30 قرشا للبيع، وسجل الريال السعودي 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و21 قرشا للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب بعد اقترابها من مستواها القياسي مع تماسك سعر الدولار قرب أعلى مستوياته في 21 شهرا، وجنى المستثمرون بعض الأرباح، وسجل الذهب 2018 دولارا للأوقية. وعلى الصعيد المحلي، سجل عيار 18 نحو 757 جنيها للجرام، وسجل عيار الذهب 21 نحو 883 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1009 جنيهات، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 7064 جنيها.